بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات كلية طب المنيا الفرقة الثانية، أهلا بكم في أولى محاضرات الرينال فيسيولوجي. معكم الدكتور هناء المغربي، أستاذ الفيسيولوجي بكلية طب المنيا. المحاضرة الأولى النهاردة اللي هي بعنوان Functional Organization of the Kidney and Renal Blood Flow. النهاردة المحاضرة دي المفروض احنا نطلع منها بايه؟ بنعرف الـ functions of the kidney، بنعرف الـ functional and structural unit of the kidney اللي هو النيفرون، هنتكلم عن الـ types of the nephron، وهنتكلم عن الـ nerve supply of the kidney، وهنتكلم عن الحاجة اسمها جاكستا جلوميرولر أباريتس، دوت هنتكلم عن التعريف بتاعه وعن التركيب وعن الـ functions بتاعه. الكيدني اللي احنا هنتكلم عنها هي عبارة عن جزء من الرينال سيستم. الرينال سيستم طبعا هو اهم جهاز اخراجي عندنا في جسمنا. بيتكون من ايه الرينال سيستم؟ طبعا تو كيدنيز، وكل كيدني بيطلع منها يوريتر. التو يوريترز هما الاثنين بيفتحوا في الرينال بلادر، والرينال بلادر بعد كده بتخرج منها اليوريثرا اللي هي قناة مجرى البول اللي بنعمل منها اكسكريشن اليورين تو ذا اوتسايد. احنا الجزء اللي هنتكلم عنها ان شاء الله في المحاضرات بتاعتنا اللي هي الكيدني، ازاي الكيدني بتعمل فلتريشن بلاد بحيث بترجع البلاد، خلاص حصل له كومبليت فلتريشن وبترجع الحاجات اللي احنا محتاجينها في الجسم، والدم بيرجع خلاص نقي من الويست برودكتس او اي توكسيك سبستانسز، وما يتبقى من هذه التنقيه اللي احنا خلاص الجسم مش محتاجه بيطلع في اليورين. ده الاساس اللي احنا هنتكلم فيه. يعني احنا مش هنتكلم عن اليوريترز ولا اليوريث ولا يورينري بلادر الا في موضوع الميكتيوريشن بس. فاحنا الاساس بتاع كلامنا كله في المحاضرات باذن الله هيكون الكيدني نفسها. طيب في السلايد دي هنتكلم عن الانر ستراكشر اوف ذا كيدني. طبعا انتوا واخدينه بالتفاصيل الممله في الهيستولوجي، بس احنا هنا هنتكلم فكره بسيطه، وانا مش حطاها في المحاضره بتاعتنا في الورق بتاعنا اللي هو الوورد، عشان ده المفروض خلاص هي شغلة الهيستولوجي. فانا يا دوب بس بفكركم بيها بس في السلايد دي اللي هو الانر ستراكشر ايه هو، وخلاص على كده تمام. تتكون بقى ايه لو ما ناخد ساجيتال سكشن في الكيدني؟ نبص نلاقي ان الكيدني من بره او التركيب بتاعتها عباره عن ايه؟ ثين تاف فايبرس كبسول. طيب ليه في الكبسول دوت اللي هو تاف وفايبرس؟ عشان بيعمل ايه؟ بروتكشن للانر ديليكت ستراكشرز بتاعت الكيدني، وان هو بيعمل بريفنت الاوفر ديستنشن بتاع الكيدني، فبيحافظ على الانر بريشر بتاعت الكيدني. ندخل شويه تاني، في عندنا اللي هي الاوتر لاير اللي هي الكونتكس اللي هي القشره، هي المفروض في الواقع بتكون لونها اغمق من المظله، بتكون هي لونها ريد. هي باينه في الرسمه هنا معلش عندنا فتحه، لكن هي بتكون لونها ريد وبتكون جرانيولر عشان فيها الجلوميرولاي اللي هي ايه؟ اول جزئيه في النفرون تمام. بعد كده نشوف الانر لاير بقى عندنا اللي هي المظله. المظله اللي هنا موجوده عندنا في صوره البيراميدز اللي عندنا دي. البيراميدز دي كل بيراميد بالجزء الكورتكس اللي فوقيه بيدينا رينال لوب ماشي. نبص كده بتتقسم لفصوص خلاص، في مقسومه حوالي 10 15 لوبس باللي هي بالبيراميدز دي بتاعه المظله تمام. المظله ما هي المفروض بقى بتبقى هي البلاد سبلاي بتاعها قليل جدا عن الكورتكس، يعني ممكن 1-2% من التوتال رينال بلاد فلو، بينما الكورتكس 98% تقريبا من التوتال رينال بلاد فلو. هنا بقى المظله بتاعتنا بتبقى استريادات فيها خطوط، وهنقول ايه الخطوط دي معموله بايه بعد كده. وبعد كده كده اللي احنا عندنا المثلثات دي، هنبص نلاقي المثلث ليه قاعده وليه ايه؟ ابيكس. القاعده ديت اللي هي من فوق ديت اللي هي الجنكشن بين الكورتكس والمظله. والابكس بقى حاجة اسمها بابيلا. بابيلا ماشي، اللي هي ايه؟ بتنتهي عندها الايه؟ المظلة. طيب البابيلا دي بتودي لفين؟ بتودينا لحاجة اسمها ماينور كالكس ماشي، يعني حوض صغير. كذا ماينور كالكس مع بعض بيتجمعوا يدونا ميجور كالكس، يعني حوض كبير. وبعدين كذا حوض كبير بقى مع بعض في كل الاحواض الكبيره مع بعضيها اصلا في الكيدني، في الانر اسبكت بقى بتاع الكيدني ماشي. في الناحيه اللي من جوه بقى احنا عندنا اوتر سايد الكونفكس، الانر سايد اللي هو دوت اللي فيه اللي قدامنا اللي هو بيتجمع كل الميجور كاليسس في البلفس اوف ذا كيدني. البلفس ده اللي بيمشي بعد كده في اليورين اللي بيتكون في الكيدني ويمشي بقى على اليورتر
تمام. نبص نلاقي الجزء بتاع الكيدني اللي هو الانر سايد دوت، فيه اللي هو اليوريتر ومعاه الحاجه الحمراء والزرقاء دولت اللي هو رينال ارتري والرينال فين. تمام، مش مطلوب مننا اكتر من كده في الاستراكشر كفكره عامه، لان هندخل بعد كده بقى على طول عندنا في حاجات الخاصه بالفيزيولوجي. اول واحد في الاي اللي قلنا عندنا اللي هنتكلم عنها اللي هي الفانكشنز اوف ذا كيدني. نمبر 1 طبعا اللي كلنا ايه مدركينها وعارفينها اللي هي اكسكريتوري فانكشن. اكسكريشن، الاكسكريشن دوت يا اما بيكون حاجات مش محتاجاها خالص، ان وانت سبستانسز مش الجسم مش محتاجها خالص، تعتبر كانها مواد ضاره بالنسبه له، ماشي، زي اليوريا واليوريك اسيد، الكرياتينين، الكلوروبين، بعض الادويه. تمام، وممكن تكون المواد ديت لا هي اسينشال، هي ضروريه للجسم، ولكن عاوزاها بمقدار معين، لازم يكون في رينج ليها، نورمال رينج. فعشان امنع اي زياده عن الرينج دوت اتخلص من الكميات الزياده عن طريق الكيدني زي الووتر والالكترولايت. طيب، وفي تاني وظيفه اللي هي هوم ستاتيك. هوم اللي هو ماي بادي، ستاتيك اللي هو ثبات مكونات جسمي. لما بتكون الكلمه من جزئين بنربطهم بحرف الاوده، هوميوستاتيك فانكشن اللي هي وظيفه الكيدني ان هي تحافظ على مكونات الانترنال انفايرمنت بتاعتي، الايه الجلوكوز، الامينو اسيد، الالكترولايت، تحافظ عليهم دايما within normal range، بتحافظ على ثبات مكونات جسمي اللي هي في النورمال رينج. وده هناخد طبعا كل ده بالتفاصيل الممكنه. في ريجولاتوري فانكشن اللي هي ريجوليشن ارتيريال بلاد بريشر والاسيد بيز بالانس. في ديتوكسفاينج فانكشن، كلمة توكسيك مادة سامة، قولها دي ايه؟ يعني ازالة السمين. تمام؟ زي امثلة ايه؟ زي مثلا الهيستامين، الهيستامين هو مفيد بس لو زاد زيادة عن حده لا طبعا بيعمل لنا ديزيز، خلاص؟ فمين اللي ايه؟ الكيدني بتطلع هيستامينيز انزيم، يعمل ديستراكشن للهيستامين. إيه برضه في بعض المواد مثلا بناخدها بقى من بره، مش زي الهيستامين ده من جوه، زي البنزويك اسيد. البنزويك اسيد ده فود بريزيرف، من المواد الحافظة اللي بتكون في الاكل. نبص نلاقيها مكتوب على الاكل في E210 E211 E213، ده اللي هو البنزويك اسيد. خلاص، بيستخدم برده ممكن في الكلمات الحاجات مع السلسليك اسيد في العلاج بالحاجات الامراض الجلديه والكلام ده، فده مواد سامه في كل جسم لازم اتخلص منها. فمين اللي بيحولها المواد من توكسيك لنون توكسيك؟ اللي هي الكيدني. تمام، تحول البنزويك اسيد ده لبيوريك اسيد. في سنسيتك فانكشن في الكيدني زي ايه؟ زي ان هي تعمل لي هرمونز، اندوكراين فانكشن، وهناخد طبعا كل ده برده محاضره كامله عن الاندوكراين فانكشن اوف ذا كيدني. زي السكريشن بتاع مين؟ الرينين، هو انزيم لكن هو بيؤدي في النهايه لفورميشن اوف هرمون اللي هو الانجيوتنسين 2 والاريثروبويتين بروستاجلاندين والاكتف فورم وفيتامين دي، كل دي اندوكراين فانكشن اوف ذا كيدني، حاجات ايه بتطلعها الكيدني، بتكونها نفسها هرمونات بايه؟ بتتكون عن طريق الكيدني. في جلوكو نيوجينيسيس، ده بيبقى يعني اقل حاجه في الاهميه مع البرولونج ستارفيشن او الفاستنج لفتره طويله، ممكن نحتاج ان احنا نكون الجلوكوز من مصادر غير كربوهيدراتيه، اللي بنسمي العمليه اسمها جلوكو نيوجينيسيس، خلاص، اللي هي تخليق الجلوكوز من مصادر غير كربوهيدراتيه. كل دي وظائف للايه؟ الكيدني، وهناخدها ان شاء الله بالتفاصيل في المحاضرات اللي جايه. طيب، زي ما اخدنا في الجنرال في سنه اولى وقلنا ان الوحده البنائيه بتاعه جسمنا الاستراكشرال يونت اوف اور بودي كانت السيل، هنا برضو بنقول ان الاستراكشرال اند فانكشنال يونت اوف ذا كيدني هي حاجه واحده اللي هي النفرون. تمام، احنا عندنا تو كيدنيز، كل كيدني فيها ممكن من مليون ممكن لغايه 1,200,000 نفرون. متخيلين العدد؟ يعني التو كيدنز اقل شيء فيهم ممكن يكون 2 مليون نفرون. تمام، طيب عايزين نعرف النفرون ده بيتركب من ايه عشان نعرف نحكي هيشتغل ازاي. طبعا الصوره هنا احنا عاملينه زي ما يكون مفرود بقى، هو طبعا في الواقع مش كده، هتيجي صور بعد كده توريكم الشكل الحقيقي، بس احنا فاردينه كده عشان نحاول نفهم اللي هي الاجزاء اللي بيتركب منها النفرون. وبرده المفروض ان اخدته ده في الهيستولوجي، فانا مش هدي شرح دقيق لكل جزئيه في النفرون، انا بس اتكلم برده عامه. لو بصينا على ايدنا الشمال من ناحيه الشمال، الحاجه اللي هي لونها احمر دي، ماشي، هي دي بدايه النفرون. ايه الحاجه اللي هي في الناحيه الشمال دي؟ اللي هي المالبيجيان كورباسل. المالبيجيان كورباسل دي بتتكون من ايه؟ من الجزء الاحمر ده
بنسميها رينال جلوميرولس. رينال جلوميرولس تمام. ايه رينال جلوميرولس ده؟ في افرنت ارتري داخل ماشي عندنا، ولما دخل جوه الحاجه بقى اللي هي لونها ازرق وعامله زي الايه الهلال كده، لونها ايه لبني كده، وايه زي شكل الهلال او القوس، بنسميها بومانز كبسول. بومانز كبسول داخل فيه الحاجه الحمراء اللي داخل هي الافرنت ارتري. الافرنت يعني داخل، هو البدايه اللي داخل، الافرنت خارج ماشي. افرنت داخل الارتريول ده يجي بجوه البومانز كبسول الارتريول ويدينا حوالي 50 كابيلاري ماشي، 50 واحده ماشي. الكابيلاريز دي بقى تبقى برانشنج وانستموز ويز ايتش اذر، ودي بنسميها طفت، خصل من الكابيلاريز، خصله مش لانها كابيلاريز كتيره جدا وعامله انستموز وبرانشنج مع بعضها تمام. فهي دي الجلوميرولس، طالع منها بعد كده الافرنت ارتريول، ده اللي هو الفاسكولار بارت، ده جزء فاسكولار. البومانز كبسول بقى اللي هو داخله جواها في امبيدد انسايد ات اللي هو رينال جلوميرولس. البومانز كبسول بكل الباقي بقى اللي على ايدنا اليمين ده التريوبولار بارت اوف ذا نيفرون، يبقى في جزء فاسكولار ماشي، فاسكولار بارت اوف ذا نيفرون اللي بيتكون من الافرنت ارتريول والايه رينال جلوميرولس والافرنت ارتريول تمام. وفي جزء تيوبولار اللي هي بدايته اللي هو البلايند اند، بلايند كلوزد اند ده اللي هو البومانز كبسول اوكي. طيب وبعد كده البومانز كبسول هيكمل لنا الورا بقى على ايدنا اليمين اللي هي التيوبولار بارت، بدايته ايه بعد كده؟ بروكسيمال كونفوليوتد تيوبول، الانابيب الملتويه القريبه. بعديها في اللوب اوف هنلي اللي هو بيبقى يو شيب بالمنظر ده، في ديسندنج ثين لامب وفي اسندنج لامب. الاسندنج لمب الجزء الاول فيه ثيك والجزء الاخير فيه ثيك. وبعد كده في عندنا الديستال كونفوليوتد تيوبول اللي هي الانابيب الملتويه البعيده تمام، وكل حوالي 8 ديستال كونفوليوتد تيوبول بيتجمعوا في الكولكتنج داكتس تمام. الكولكتنج داكتس دي في جزء منها بيبقى في الكورتكس، كورتيكال كولكتنج داكت في جزء في المظله ميدالري كولكتنج. ده كده ايه باختصار شديد الترتيب بتاع النيفرون، وهنتكلم في بعض التفاصيل شويه اللي ليها علاقه بالفانكشن مع كل جزئيه، يعني احنا محاضراتنا هتكون ازاي، هنشتغل ازاي، الشغل بتاعنا هيكون اول جزئيه هناخد الجزء بتاع المالبيجيان كورباسل ده اللي هو البومانز كبسول جواه اللي هي الكابيلاريز، هنحكي ازاي بيحصل ترشيح للبلد في المنطقه دي، دي محاضره لوحديها بقى كامله اوكي. بعد كده في كل محاضره هنحكي كل جزئية من النفرون بيحصل ايه عشان نبقى فاهمين بس التسلسل بتاع المحاضرات. يعني هناخد البي سي تي اللي هي البروكسيمال كونفوليوتد تيوبول، اختصارها بي سي تي، محاضرة كاملة في البي سي تي. هناخد اللوب اوف هنلي، واحنا هنمشي بترتيب شوية مختلف عن الاستادي جايد، لان انا ماشي مع الفلترات اللي نازل عندي، كل ما يمشي في حتة بيحصل ايه في الحتة دي بالترتيب. يبقى كده هناخد اللوب اوف هنلي محاضرة كاملة لوحديها كده، الديستال كونفوليوتد تيوبول كولكتنج داكت محاضره كامله لوحديها. وبعد كده فيها ناخد محاضره عن الاندوكراين فانكشن زي ما قلنا تمام، ومحاضره عن الاسيد بيز بالانس، وفي محاضره اخيره لما قلنا في البدايه احنا هنتكلم بس على اليورينال بلادر كميكتيوريشن، حاطه فيها الميكتيوريشن وحاطه فيها واحد من الايه الفانكشن التست بتاعه الكيدني عندنا اللي هي الايه في حاجه اسمها تي ام جي هناخدها بعد كده. فده تسلسل المحاضرات، احنا فاهمين احنا بنحكي في ايه. البلاد هيترشح طول ما هي ماشيه الترشيح، الماده اللي اترشحت عندنا كده اللي هي نزلت دي تركيبها ايه، حصل فيها ايه، بيضاي تتغير ازاي في كل حته، ده اللي هنحكي عليه على مدار المحاضرات كلها ان شاء الله. طيب هنا بقى هنتكلم عن التايبز اوف نيفرونز. النيفرونز مش كلها تايب واحد، عندنا تو تايبز اوف نيفرونز، عندنا في حاجه اسمها كورتيكال نيفرونز وحاجة اسمها جاكستا ميدالري نيفرونز. يعني ايه الكلام دوت؟ احنا بنقسمهم لتو تايبس حسب ايه؟ حسب السيتويشن اوف ذا رينال جلوميرولاي اللي هي الحته الاولى اللي هي مالبيجيان كورباسل اللي هي البومانز كبسول وجواها الكابيلاريز، دي بنقول عليها جلوميرولس. او ايه مش هنقول بقى، مش هنقصد كلمه جلوميرولس اللي هي الكابيلاريز بس، لا هي الحته على بعضها يعني البومانز كبسول وجواها الكابيلاريز بنقول عليها رينال جلوميرولس اوكي. حسب السايد بتاعت الرينال جلوميرولاي دي هي بنقسم النيفرونز كورتيكال وجاكستا ميدالري نيفرونز. طيب ازاي الفرق بينهم؟ انا هفضل ان اشرح الفرق على السلايد اللي بعد كده عشان بتبقى الصوره قدامنا
فايه هتثبت اكتر. طيب بعد ما اتكلمنا عن الايه التركيب بتاع النفرون، نبدأ بقى نشوف الفرق ما بين الكورتيكال نفرون والجاكستا ميدالري نفرون. نمبر 1 قلناه في السلايد اللي قبل اللي فاتت ان الكورتيكال نفرونز 85% من التوتال نفرونز، بينما الجاكستا ميدالري نفرونز 15% فقط لا غير. نمبر 2 بقى نشوف بقى الرينال جلومرولا اللي هو البومنز كبسوله جوه الكابيلاريز، بالنسبه للكورتيكال نيفرونز موجود في الاوتر بارت اوف ذا رينال كورتكس. نبص على رسمه على ناحيه ايدنا اليمين، عندنا الجزء اللي هو الفاتح اللي هو الرينال كورتكس اللي هي القشره اللي من بره، والجزء الغامق اللي هو المظلة اللي هو النخاع اللي هو من تحت اللون بني الغامق. فنبص نلاقي اللي على ايدنا اليمين النفرون على ايدنا اليمين كورتيكال نفرون. نبص نلاقي الرينال جلومرولز بتاعته موجوده فين؟ في الاوتر بارت اوف ذا رينال كورتكس، تمام؟ بينما الرينال جلومرولز بتاع النفرون اللي على ايدنا الشمال اللي هو جاكستا ميدالي النفرون موجود فين؟ نير ذا ميدالا. ومن هنا جه الاسم بقى جاكستا ميدالا. جاكستا يعني بجوار، يعني بالقرب، بالقرب من المظلة. فعشان الرينال جلومرولز بتاعته قريبة من المظلة سميناه جاكستا ميدالري. يبقى عرفنا سبب الاسم. بينما الأولاني كورتيكال الرينال جلومرولز بتاعته موجودة في الأوتر بارت أوف ذا كورتكس سميناه كورتيكال نيفرون. يبقى آدي تاني مقارنة اللي هو البوزيشن بتاع الرينال جلومرولز. تالت فرق بينهم نبص في اليمين نلاقي اللوب اوف هيلي، شوف عامل داخل قد ايه في المظله، جزء قليل جدا، ديب شورت اللي ديب يعني بيحفر مسافه قليله في المظله. بينما اللوب اوف هيلي بتاع جاكس مدر نفر شوف منظره طويل ازاي، طويل حديب ديبلي في المظله، داخل مسافه طويله جدا في المظله، تمام. بعد كده في عندنا الفرق الاخير ان احنا عندنا البلاد بيدخل في الافرنت ارتريول. الافرنت ارتريول دينا اللي هو ايه مجموعه كبيره من الكابيلاريز، ممكن قلنا توصل ل 50 كابيلاريز ماشي جوه البومانز كبسول دي، بيحصل فيها ترشيح للدم. الدم اللي بيترشح في التريد ده بيعدي فين؟ بيعدي في البومانز كبسول ويعدي في التوبولار بارت اوف ذا نيفرون، تمام. طيب في جزء مش بيترشح، الجزء اللي مش بيترشح بيعدي فين بقى؟ في الافرنت ارتريول. طيب الجزء اللي مش بيترشح دوت هل بيعود الى البلاد كده وخلاص؟ لا، بيمر برده بعمليات تانية كتيره ما بين البلاد الموجود في الداخل الوعاء الدموي عندي اللي هو الافرنت ارتريول دوت الدم ماشي فيه، وما بين الرينال جلوميرولز. ازاي هيحصل التبادل طيب ما بين المواد الموجوده في البلاد وما بين الرينال جلوميرولز؟ عن طريق ان الافرنت ارتريول دوت بيعمل ايه؟ بيعمل لنا كابيلاريز. الكابيلاريز دي بتحوط كل الرينال تيوبولز ماشي، بتحوط كل التيوبولار بارت بتاع النفرون، ويحصل تبادل للمواد ما بين البلاد ده اللي موجود في الاوعيه الدمويه اللي هي الكابيلاريز دي والتيوبولار بارت اوف ذا نفرون. طيب عشان الافرنت ارتريول يديني كابيلاريز، الكابيلاريز هتحاوط التيوبولار بارت اوف ذا نفرون، يبقى سميناها ايه؟ سميها بيري تيوبولار كابيلاريز. بيري بي اي ار اي يعني حول، حول الايه التيوبيولز الكابيلاريز دي، تحاوط التيوبيولز، اوكي، فسميناها بيري تيوبولار كابيلاريز. يبقى الافرنت ارتريول يعدي في الدم اللي ما حصلوش ترشيح، الافرنت ارتريول ده يدينا سيت اوف كابيلاريز بنقول عليها بيري تيوبولار كابيلاريز، بيمشي فيها الدم حوالين التيوبيولز ويستمر تبادل المواد ما بين التيوبيولز ديت السائل اللي حصل له ترشيح في التيوبيول ماشي، وما بين الدم جوه الكابيلاريز دي، تمام. وده هناخده بالتفاصيل برده ان شاء الله حته حته، طول ما الدم ماشي في الفلتريت دوت ماشي في البروكسمال في اللوبوفينلي في الديستر في الكوليكينج كل حته بالظبط هنحكي ايه اللي هيحصل فيها، اوكي، تمام. طيب ايه الفرق ما بين الكورتيكال نيفرون وما بين الجاكس ميدالري نيفرون؟ خلاص الكورتيكال نيفرون الافرنت ارتريول هيدينا خلاص هي التيوبولار كابيلاريز نوع واحد وخلصنا اللي هتحوط الايه التيوبولار بارت اوف ذا نيفرون. ولكن في حاله الجاكس ميدالري نيفرون في تو تايبس اوف تيوبولار كابيلاريز هيتكونوا، في عندنا النوع اللي هو هيلف حوالين التيوبولز العادي، لكن في نوع مخصوص تاني اسمه فازا ريكتا او عين مستقيمه ريكتا يعني زي ريكتا مستقيم، فازا او فازا وعاء دموي، يبقى وعيه دمويه مستقيمه فازا ريكتا. خلاص
اللي هي مرسومه عندنا هنا في الرسمه، البيضه تيوبر الكبيره دي العاديه اللي لونها احمر دي اللي لفه حوالين التيوبيولز. الفازاريكت بقى اللي هي نبص نلاقيها خط مستقيم هي لونه موف نازل لتحت. هنشرح بقى فايدتها وليه ربنا خلى موجوده في الجاكس سانيتال ريفلكس. فخلاص فكل اللي نعرفه ان الفازاريكت دي موجوده فين؟ في الجاكس سانيتال ريفلكس. اوكي يبقى ايه الفروق؟ كورتيكال 85% اجاكس مدرر 15% من التوتال نيفرونز. كورتيكال الرينال جلومرز بتاعها موجود في الاوتر بارت اوف ذا كورتكس، بينما اجاكس ميدالري نيفرون الجلومرز موجود في الايه الانر بارت اوف ذا كورتكس او بجوار الميدالا. بعد كده الايه اللوب اوف هنلي ديب شورت اللي في حاله الكورتيكال نيفرون، لكن ديب ديبلي في الميدالا في حاله اجاكس ميدالري نيفرونز. الكورتيكال نيفرونز فيها بيرتشوبر كابيلز وخلاص على كده، لكن الاجاكس مدرر نيفرونز فيها بيرتشوبر كابيلز العادية وفيها فازا ريكتا. إيه نبدأ بقى نشوف ايه وجه المقارنة ما بين الكورتيكال نيفرونز والجاكسون ميدالا نيفرونز. اولا في النسبة المئوية، الغالبية عندنا عبارة عن كورتيكال نيفرونز بحوالي 85% من التوتال نيفرونز اوف ذا كيدني عبارة عن كورتيكال نيفرونز، بينما الجاكسون ميدالا 15% فقط. تمام. طيب تاني حاجة قلنا السايت بتاع الرينال جلوميرولس، في نبص في الرسمه اللي على ايدنا اليمين، بص نلاقي الرينال جلوميرولس موجوده فين؟ في الاوتر بورشن اوف ذا كورتكس، الحته الخارجيه اللي من بره في الكورتكس. لكن نبص في النفرون الثاني اللي على ايد اللي في نفس الصوره بس شمال، هنبص نلاقي الرينال جلوميرولس برده موجود في الكورتكس، لان قلنا احنا في الفرق بين الكورتكس والميدلا في الاول خالص ان الكورتكس تبقى جرانيولر عشان فيها الرينال جلوميرولاي، فكل الجلوميرولاي اساسا بيقعوا في الكورتكس ماشي، ولكن في الكورتيكال نيفرونز في الاوتر بورشن اوف ذا كورتكس، بينما في جاكس مدلل نيفرونز الجلوميرولاي بتقع فين؟ في الانر بورشن اوف ذا رينال كورتكس. يبقى ده تاني ايه مقارنه. تالت مقارنه تعال نبص شكل الدوب اوف هنلي في الكورتيكال نيفرونز، شايفينه حاصل فيه ايه؟ شورت قصير، وبالتالي نبص ان هو نلاقيه داخل حته صغيره شورت ديستانس في الرينال مدلل، يا دوب في الاوتر بارت اوف ذا رينال مدلل اللي هو اللوب اوف هنلي، بيبقى شورت ديب شورتلي يعني بيخترق لمسافه قصيره في المدلل ماشي، بياخد اللي هو الاوتر بورشن اوف ذا رينال مدلل. لكن نبص في الايه النفرون الثاني اللي هو على ايدنا الشمال في نفس الصوره، شايفين اللوب اوف هنلي شكله ايه؟ لونج لوب اوف هنلي، ونازل بقى مخترق مش الاوتر بارت بتاع المدلل، داخل بقى للايه للديب بارت الانر بارت اوف ذا المدلل، شايفين عامل ازاي؟ نازل لتحت خالص، ده اللوب اوف هنلي. بعد كده في تالت حاجه عندنا ان احنا عندنا ايه، نشوف بقى الحاجه دي فين؟ في الرسمه اللي في الشمال بقى، الصوره اللي في الشمال شايفين المنظر الاي دي الايه البومنز كبسول جواها الكابيلاريز اللي قلنا عليها ماشي، داخل افرنت اللي هو ايه الافرنت ارتريول، طالع الافرنت ارتريول. طيب نزود بقى معلومه عندنا، الافرنت ارتريول لما بيطلع بيعمل ايه؟ بيدينا ايه؟ نبص نلاقي لو انتوا اخدتوا بالكم هنا قلت لكم في الصوره بتاعت النفرون اللي مفروض قلت لكم هو شكله ما بيبقاش كده، هو الحقيقه ملفوف على بعضه، فشوفوا هنا فعلا هو ملفوف الانابيب على بعضيها. يبقى اللي انا عايزه اقوله الافرنت ارتيول طالع عامل، شايفين عامل ايه بقى؟ شبكه حمراء ملفوفه حوالين التيوبيول. ايه هي ديت؟ الافرنت ارتيول عامل كابيلاريز، نازل طالع الافرنت ارتيول من ايه جوه الهومنز كبسول، طالع وعامل كابيلاريز محوطه كل الرينال تيوبيولز، عشان محوطاها اقول عليها بيري بي اي ار اي حول بيري تيوبيولار كابيلاريز، يعني عباره عن ايه شعيرات دمويه محاوطه مين؟ الرينال تيوبز بتاعتنا اللي هي الدي سي تي واللوب اوف هنلي والدي سي تي. تمام، عشان كده سميناها بيري تيوبولار كابيلاريز. يبقى افرنت ارتريول يدخل يدينا كابيلاريز ماشي، يطلع افرنت ارتريول الافرنت ارتريول دوت يدينا بيري تيوبولار كابيلاريز. خلاص كابيلاريز محاوطه الرينال تيوبز. طيب يلا نشوف المقارنه، الكوتش كان نيفرون بيدينا 1 network of peritubular capillaries، هي بس الشبكه اللي احنا شايفينها الحمراء دي وخلاص. طيب امال الجاكستا ميدالري؟ قال لك لا، بيدينا peritubular capillaries فعلا اللي بتحوط الرينال تيوبيولز، لكن بيدينا الحاجه الثانيه اللي لونها بنفسجي اللي ايه على ايدنا الشمال ديت، برانش ثاني شبكه ثاني من الكابيلاريز اسمها فازا ريكتا.
ماشي. فازه يعني اوعيه دمويه ريكتا مستقيمه، بص الاقي خط مستقيم كده نازل لتحت اللي هو اللون الموف دوت، اسمها فازه ريكتا، وهناخدها برضو بالتفاصيل ان شاء الله. تمام. يبقى نبص نلاقي الكوتشيكا نيفرون هدينا 1 نتورك اوف بيرتوبولار كابيلاريز، لكن الجاكسون مدلري بيدينا البيرتوبولار كابيلاريز دي العاديه، وبيدينا ستريت كابيلاريز بنسميها فازه ريكتا. نقول بقى الفرق بينهم كده 1 2 3 4. اول حاجه اللي هي البرسنتج، الكولتشيكا نيفرونز 85% بينما الجاكسون مدلري 15. تاني حاجه الرينال جلومرولز بتاعت الكولتشيكا نيفرونز بتقع في الاوتر بورشن اوف ذا كورتكس، لكن بتاعت الجاكسون مدلري بتقع في الانر بورشن اوف ذا كورتكس. تالت حاجه اللوب اوف هنلي في الكولتشيكا نيفرونز شورت اند ديب شورتلي في الاوتر بارت اوف ذا رينال مدلة، بينما الجاكسون مدلري نيفرونز اللوب اوف هنلي لونج وبنتريت ديبلي into the inner part of the renal medulla. اخر حاجه الكورتيكال نيفرون بتدينا 1 set of perturbular capillaries، ولكن نبص الاجاكس مدلل نيفرون بيدينا 2 types of perturbular capillaries، ايه الشبكه العاديه اللي زي في الايه الكورتيكال نيفرون، وبيدينا الفازه ريكتا. خلاص يبقى ده المقارنه بتاعتنا ما بين الكورتيكال نيفرون والجاكس مدلري نيفرون. هنبدأ دلوقتي نتكلم عن الرينال سيركيوليشن. الرينال سيركيوليشن بتبدا بايه؟ تبدا اول حاجه بالرينال ارتري اللي هو طالع من الاورطة داخل عن طريق الانر سايد بتاع الكيدني اللي هو الهاي لامب اوف ذا كيدني. تمام. يدخل الكيدني بيبدا ينقسم، احنا قلنا الكيدني بتتكون من لوبس ماشي، فهو بيدخل بقى ما بين ايه اللوبس دي، يدينا انتر لوبر ارتريز، هي اول برانشات حمراء اللي شايفينها عندنا ديت انتر لوبر ارتريز. يفضل ماشي ما بين اللوبيولز لغايه ايه ما بين اللوبز بتاعت الكيدني، لغايه ما يوصل عند الجانكشن ما بين الكورتكس والمجله اللي احنا قلنا البيز بتاع البيراميد، يدينا ساعتها اركود ارترز ماشي. بس نلاقي الاركود ارترز عند الجانكشن بتاع الكورتكس والمجله، في الايه عند الحته دي بقى اللي هي الاركود ارترز يدينا برانشات ثانيه اصغر انتر لوبيلار ارترز ماشي. انتر لوبيلار ارترز، الانتر لوبيلار ارترز بقى ديت تدينا ايه بعد كده؟ تدينا الافف ارتريول اللي هو بقى واحد لكل نفرون، كل نفرون هيروح داخل في افرنت ارتريول من بعد بقى اللي هي ايه جزء اللي من الرسمه عندنا اللي هي الافرنت ارتريول دوت، اقولها من ايه عاملينه زي ايه سلندر كده على ايدنا اليمين، دخل فيها ايه دخلت في البومنز كبسول اديت الكبدرز اللي قلنا عليها الجلوميرولس، وبعد كده من الجلوميرولس طلع مين الافرنت ارتريول، عمل ايه؟ عمل الشبكه اللي هي من الكبدات الكبيره اللي احنا شايفينها اللي قلنا عليها اسمها بيري تيوبولار كابيلاريز. تمام. فهو ايه داخل كده ادى البيري تيوبولار كابيلاريز، بعد كده قال لك البيري تيوبولار كابيلاريز ومعاها اللي هي الفازا ريكتا برضو اللي احنا حكينا عليها في الجاكتا جلوميرولار نيفرونز، دولت يبداوا يدونا ايه بقى؟ يرجعوا من ورا بقى، احنا كنا بادئين من الكبير وبنصغر هنا من الصغير وبنكبر، فيبداوا الكابيلاريز دولت يدونا انتر لوبيلر، هي كانت اخر حاجه وصلنا لها، والانتر لوبيلر يتجمعوا مع بعض يدونا الاركوت فينز، اكيد بنتكلم عن فينز ماشي، وبعد كده دولت يتجمعوا يدونا انتر لوبر، يتحدوا مع بعض يدونا الرينال فين، الرينال فين في الاخر بيصب فين؟ في الانفيريور فينا كافا. خلاص فده كده عرفنا بلاد من اول ما دخل الكدني مشي ازاي لغايه ما طلع من الكدني، مش هعيد تاني عشان ما نطولش الفيديو، ممكن احنا نسمعه مره. هنبدأ بقى نتكلم ايه روبرتس رينال بيدج. اول حاجه بنقول ان هي هاي بريشر كابيلاري بيد، لما اخدته في الكارديو فاسكولار قلنا ان البريشر سايد كابيلاريز الارتيريال سايد حوالي 35 ملم مركري، في البينا سايد حوالي 15 ملم مركري، ده البريشر داخل الكابيلاري. تعال نشوف هنا الكابيلاريز اللي داخل البومنز كابسول البريشر فيها كام، البريشر فيها 60 ملم مركري. تمام. فبالتالي هاي كابيلاري بريشر. طيب هو ده حصل ليه؟ عشان خاطر الافرنت ارتريول يا جماعه بيبقى وايد افرنت ارتريول، بينما الافرنت نارو، فانا بدخل كميه دم كتيره جدا اطلع كميه قليله، فبيدينا هاي بريشر، بالاضافه كمان ان لينا الارتر طالع مباشره من الاورطه ففي ضغط عالي ماشي، فده اللي هي الهاي بريشر في الكابيلاري. تاني حاجه هاي فلورايد، هاي فلوريد بنقول ان الكيدني كميه البلاد اللي بتاخدها من الكاردياك اوتبوت
حوالي 22%، يعني حوالي خمس الكارديك اوتبوت بتاعتنا ماشي، اللي هي بنسميها الرينال فراكشن، يعني الشريحه بتاعت الكيدني من البلد بتاع الكارديك اوتبوت. الشريحه قد ايه تقريبا؟ فهي حوالي 22%، حوالي 1200 ملي من الخمسه لتر بتاع الكارديك اوتبوت. في هاي ديجري اوف بيرميابيليتي، في نفاذيه عاليه جدا، ومع كده اختياريه، يعني مش بتسمح باي حاجه تعدي وبس. هاي ديجري اوف اوتو ريجوليشن، يعني بتعرف تحافظ على الجي اف ار اللي هو الجلوميرولر فلتريشن ريت، معدل الترشيح في الرينال جلوميرولاي ماشي بايه النورمال رينج، على الرغم من تغيرات المين ارتيريال بلاد بريشر ما بين 75 ل 160. طول ما احنا في الرينج ده بيبقى الايه الرينال بلاد فلو والجي اف ار اللي هو الجلوميرولر فلتريشن ريت وذ النورمال رينج، خلاص. فدي بنسميها هاي ديجري اوف اوتو ريجوليشن، الكيدني بتفضل تظبط نفسها في ايه المعدل ده. بعد كده دي بنقول عليها هي portal circulation. يعني ايه portal circulation؟ ان احنا نبص نلاقي ان البلد ماشي ما بين two sets of capillaries. ان انا المفروض عندي في جسمي ايه arteries، arterioles اصغر فاصغر تدينا capillaries، كده تتجمع venules تكبر تكبر تدينا veins، وخلاص على كده هي one set of capillaries في اي حته. احنا عندنا هنا لو اخدتوا بالكم ما قلناش كده، احنا قلنا afferent arteriole يدينا capillaries 50 capillaries، بعد كده يطلع الافرنت arteriole ونروح يدينا تريتشوبولار كابيلاريز ماشي. فنبص عندنا تو تايبس اوف كابيلاريز، في كابيلاريز في الجلوميرولاي اسمها جلوميرولار كابيلاريز، وفي التريتشوبولار كابيلاريز. يبقى قدامنا ماشي ما بين تو سيتس اوف كابيلاريز، مش ايه وان سيت زي اللي في بقيه جسمنا. فعشان كده دي بنقول عليها بورتال. كلمه بورتال لما البلاد باسس ان بتوين تو سيتس اوف كابيلاريز، خلاص بنقول عليها portal circulation. طبعا الجلوميرولر كابيلاريز اساس الفانكشن بتاعها بيكون فلتريشن، بتكون هاي ايه كابيلاري بريشر فيها عالي حوالي 60 مليمتر مركري، لكن التريتشوبولار كابيلاريز لا، بتكون اساسها ري ابزوربشن وبتكون لو بريشر بيت، بتكون الضغط فيها حوالي 13 مليمتر مركري بس، خلاص. ففي اختلاف بينهم هنعرفه لما نشوف بعد كده ايه اللي بيحصل، تمام. فدي بنقول على ايه بروبرتيز اوف رينال سيركيوليشن. مش بكرر الكلام يا جماعه عشان انتوا تقدروا تعدوه، عشان ايه نوفر لكم في الوقت بتاعنا. ايه نتكلم بقى عن ابريتس مهم جدا في الكيدني، بنسميه جاكسون جلوميرولر ابريتس. ايه مين هو دوت؟ هو اسمه في الاول جاكسون، يعني جلوميرولر ابريتس جلوميرولس، تمام. الأباريتس لأنه بيتكون من أكثر من كومبوننت. نبص في الرسمة اللي قدامنا ديت، عبارة عن الإيه الرينال جلوميرولس، باين فيها الأفرنت والإفرنت أرتريول، تمام، وبينهم دايرة كده لونها أصفر. دي إيه هي الدايرة دي؟ إحنا لو بصينا في الرسمة اللي على إيدنا الشمال هنلاقي أدي قدامنا النفرون اللي هو الرسمة اللي لونها أصفر دي. النفرون بيطلع البومنز كابسول طالع من البي سي تي بروكسيمال، بعد كده اللوب فيلين، بعد كده الديستال كونفيوتر تيوبيل. الديستال كونفيوتر تيوبيل في الواقع بتلف تروح جايه، اول حته فيها بتيجي ما بين الافرنت والافرنت ارتريول. الحته الاولى ديت من الايه الانيشال بارت اوف ذا ديستال كونفيوتر تيوبيل بيحصل فيها موديفيكيشن للابيثيليال سيل لاين، خلاص. الخليه بيحصل فيها شويه موديفيكيشن بحيث بتاخد وظيفه مختلفه عن بقيه الابيثيليال لايننج بتاع الايه الدي سي تي، تمام. فدي اول ممبر. الممبر الثاني نبص نلاقي الوول بتاع الافرنت ارتريول وتو اليس اكستند الافرنت ارتريول، برضه فيهم اللي هي حاجه سبيشاليزد مايو ابيثيليال سيلز او سموث ماسل سيلز موجوده في الافرنت بتاع الافرنت ارتريول، برضه حصل فيها موديفيكيشن بتدينا وظيفه معينه. دي ثاني كومبوننت. ثالث كومبوننت عندنا اللي هو شايفين ما بين الكابيلاريز حاجات لونها موف او لبن شويه، دي حاجه اسمها ايه ميسنجر سيلز. ميسنجر سيلز لو الميسنجر سيلز دي جوه الجلوم، دي جوه الجلوميرولز بيسموها انترا جلوميرولر ميسنجر سيلز، خارج الرينال جلوميرولز بيسموها اكسترا جلوميرولر ميسنجر سيلز. اللي تابع لينا الجاكستا جلوميرولر ابريتس اللي هي الاكسترا جلوميرولر ميسنجر سيلز. يبقى انا عندي ثلاثه كومبوننت، ثلاثة components اللي هو عندي اللي هي الجاكس جلوميرولر سيلز بتاعت الايه الافرنت ارتريول مينلي، وفي عندنا حاجة تانية اسمها ماكيولا دينسا سيلز موجودة في الايه الابيثيليال لايننج بتاعت الانيشال بارت بتاعت دي سي تي،
وفي تالت نوع خلايا موجودة عندنا اللي هي الاكسترا جلوميرولار مينجال سيلز. ماشي، دول التلاتة كومبوننت بتاع الايه الجاكستا جلوميرولار اباريتس. هنحكي بقى كل نوع من انواع الخلايا ايه هو ده فايدته ايه. تمام كده، ادي الرسمه قدامنا عشان ايه ادينا تخيلناها، ونحكي بقى في الكلام النظري بتاع كل طيب الخلايا. ايه نيجي بقى نتكلم كده كده، نشوف التعريف الاول ايه هو الجاكستا جلوميرولار اباريتس. اللي هو ده سيكريتوري ستراكشر موجود فين؟ نير ذا جلوميرولاي. احنا قلنا الجاكستا يعني الدوار الجلوميرولار قريب منها. انهي بالظبط؟ اللي هو بيقول لك عباره عن ايه؟ الانجل ما بين الافرنت والافرنت ارتيريول بينها الانيشال بورشن اوف ديستال كونفيكتيف تيوب. خلاص، يبقى الانيشال بورشن اوف ديستال كونفيكتيف تيوب كم ان كونتاكت وذ ذا جلوميرولاي كلوز تو ذا افرنت اند ذا افرنت ارتيريول اكشولي باسنج ذا انجل بتوين. خلاص، طيب الخلايا زي ما قلنا في عندنا اول نوع قلنا شكل جلوميرولار سيلز، وقلنا دي موجودة في الوول من الافرنت ارتيريول اند تو اليس اكستند في الافرنت ارتيريول. قلنا سبيشاليزد مايو ابيثيريال سيلز او سموث ماسل سيلز. إيه شغلتها ايه؟ بارو ريسبتورز. بارو ريسبتورز اخدتوها في الكارديو فاسكولار. بارو يعني بتقيس تغيرات ميكانيكيه. طبعا ميكانيكيه ايه؟ هي تغيرات في الارتيريال بلاد بريشر اللي هي الانترا رينال ارتيريولار بريشر. تمام، في كده بنعمل على طول مونيتور يعني ايه؟ قياس مستمر للبلاد بريشر، وبالتالي بنقدر ان احنا نظبط الجي اف ار اللي هي الجلوميرولار فلتريشن ريت. تمام، عن طريق الريليز اوف رينين، بيعمل لنا رينين انجيوتنسين الكسترول سيستم بيقول عليه ريس. ماشي، وهو ده الاساس الوظيفه بتاعه الجاكستا والجلوميرولار اباريتس، بيحافظ على رينال بلاد فلو على الجي اف ار وذ النورمال رينج على الرغم من تغيرات المين ارتيريال بلاد بريشر. خلاص، طيب تاني نوع من الخلايا ماكيولا دينسا سيلز اللي هي البقعة السمراء أو البقعة الغامقة. ماشي، دي قلنا برضه سبيشاليزد سيلز حصل إيه تغيرات لبعض الخلايا اللي في الإبيثيليان لاينينج بتاعت الإنيشيال بارت أوف ذا ديستال كونجكتيول. خلاص، طيب الخلايا دي بقى شغالة إيه؟ هنا كانت شغالة باراروسيبتورز، دي شغالة سنسورز. سنسورز يعني مجسات، ميم جيم مجسات. ماشي، يعني الإيه؟ بتجس الليفل بتاع الصوديوم كلورايد والايه والريت اوف فلو اوف بلاد فين فين بقى هي موجوده فين؟ في الديستال كونجكتيف تيوب وبعض الكتب كاتبه ممكن حبه في الثيك اسندنج ليمت على ايه. ماشي، بس احنا لا دايما بنتكلم الاكثريه ديستال كونجكتيف تيوب. خلاص، وبرده الهدف زي ما قلنا بتاع الجاكستا جلوميرولار اباريتس اللي هو ايه؟ ريجوليشن للجي اف ار. خلاص، وبرده عن طريق الانجيوتنسين بتتكون او الاندسترول هرمون. يبقى كده قلنا دي تو تايبس اوف سيلز. هنكمل في السلايد بعد كده الايه الخليه الثانيه. النوع الثالث بقى من السيلز اللي بتكون لنا الجاكستا جلوميرولار اباريتس اللي هي الاكسترا جلوميرولار ميسنجر سيلز. شايفينها فين على الرسم يا جماعه بقى؟ دي اللي هي لونها موف ما بين الافرنت والافرنت ارتيريول. شايفين دي كان زمان بيقول عليها لاس سيلز. ماشي، الخليه ديت شغلتها ايه؟ كونتراكتايل سيلز، يعني فيها زي اكتين وميز والكلام ده في المصل. كونتراكتايل سيلز ماشي، بتحتوي على ريسبتورز من الانجيوتنسين 2 ماده اسمها ايه؟ اتريال ناتريوريتك بيبتايد. هنفكر بعد كده المواد دولت لما بتستقبلهم الخليه دي وبيعملوا التاثير برضه بتظبط لنا اللي هي الجي اف ار. تمام، طيب وعندنا نوع تاني من الاكسترا جلوميرولار سيلز قلنا عليه بقى انترا جلوميرولار ميسنجر سيلز. ماشي، فده برضو ليه دور عشان كده هنجيبه سيرته بقى. النوع اللي تابع للجاكستا جلوميرولار ابريتس الاكسترا. ماشي، الاكسترا جلوميرولار ميسنجر سيلز، يعني احنا كده خلصنا الكلام. احنا قلنا جاكستا جلوميرولار سيلز، وقلنا الماكيولا دينسا سيلز، والنوع التالت الاكسترا جلوميرولار ميسنجر سيلز. بس بنقول في ملاحظه ان في نوع موجود عندنا في الرسمه داخل الرينال جلوميرولس برضه الخلايا لونها موف دي ما بين اللوبس بتاعه الكابيلاري. ديت طب فايدتها ايه بقى؟ اللي هي الانترا جلوميرولس دينجر سيلز ديت سبيشاليز بيريسايتس. بيريسايتس يعني الخلايا اللي هي بتسند سبورتنج سيلز، فما بين اللوبس بتاعه الكابيلاري بين اللي بيمنع المسافات زي ما انا بحط اول مكتوب كده واثبتهم باسمنت. هو ده كانه الاسمنت، الحاجه اللي بين اللوبز بتاعه الكابيلاريز كلمه بيرسايتس. خلاص، طيب فايدتها ايه؟
اول حاجه انت كونتراكتايل سيلز بتعمل ريجوليت بلاد فلو وكده، فبتاثر على الجي اف ار. تاني حاجه ان هي بتعمل اكسترا سيلر ماتريكس، زي ما قلنا ان هي الماتريكس الحاجه اللي بتمسك في اللوبس بتاعت الكاتيلرز. تمام. تالت حاجه بتشتغل ايه؟ بتشتغل كانها زي مكنسه بتنظف الممبرين اللي بيحصل فيه فلتريشن للبلاد. خلاص الممبرين دوت هناخد تركيبه ان شاء الله في المحاضره الجايه. زي ايه؟ زي مصفى بتصفي. المصفى دي ممكن تيجي حاجات تسدها وتعيق ايه الفلتريشن اللي هيحصل. مين اللي ينظف لي المصفى دي؟ الانترا جلوميرولار اسينشال تعمل لغوص للتراب الريزيديوز اللي هي البقايا، اي بقايا، والاجريجيت البروتين اللي هي الحاجات المتراكمه يعني بروتينات في من البيزمنت ممبرين اللي هو اساس في الفلتريشن. خلاص thus keeping the filter free of debris، يعني بتخلي الفلتر اللي بترشح عندنا ما فيش اي حطام. كلمه debris ما نقولش debris، ما نقولش الاس debris، ماشي، الاس silent. فهي ايه؟ ما فيش اي حطام، اي حاجه ممكن تبوظ لنا الايه الممبرين اللي بيحصل فيه الفلتريشن. هنقعد ان شاء الله 3 ايام نتكلم عن كده. فهي كانها زي مقشه بتنظف لنا الايه الممبرين بتاع الفلتريشن. خلاص يبقى دي فوائد الانترا جلوميرولار بوتنشال سيلز. هي بتكون بناء زي قلنا الاسمنت اللي بتثبت الحاجات مع بعضيها، وبتعمل كونتراكشن بتظبط عمليه البلاد فلو للجي اف ار. وثالث حاجه بتعمل عمليه تنظيف، تنظيف مستمر للفلتريشن ممبرين بتاعها. خلاص كده خلصنا اللي هو التركيب بتاع الايه الجاكستا جلوميرولار جلوميرولار ابريتس. قلنا التعريف بتاعه، قلنا الخلايا اللي بتكونه، كل خلايا في بيتها. السلايد دي لو انت فاكرينها اخدناها في الريجوليشن بتاع الاتير بلاد بريشر في لوك كارديو فاسكولار، وهي دي بقى اللي هي الفانكشن بتاعتنا بتاعت الجاكستا جلوميرولار اباريتس، ان هو كان اساسا بيحافظ على النورمال رينج اوف جي اف ار اللي هو الجلوميرولار فلتريشن ريت. كل مره بقى مش هنقول كده الاسم ده، هنقول جي اف ار على طول. بيحافظ على الجي اف ار على الرغم ان في تغيرات في الاتير بلاد بريشر. ازاي بيحافظ على النورمال جي اف ار على الرغم ان في زياده ونقص في الارتيريال بلاد بريشر؟ عن طريق اللي هو الريس دوت اللي هو رينال انجيوتنسن اندستروكسس. نراجعه كده بسرعه مره تاني. ايه اللي بيخلي حصل ستيموليشن للجاكستا جلوميرول اباريتس طلع لنا الرينال بقى اللي هو الدروب للارتيريال بلاد بريشر، الديكريز للفلويد فوليوم، السمباثيك ستيموليشن اللي هي البيتا 1 ريسبتورز، ماشي. لو حصل الحاجات دي بتعمل لنا ايه؟ بتجيب الاتير بلاد بريشر والفلويد فوليوم ناقصه، اسكيميا اوف ذا كيدني، ماشي. يعني ايه دولت عملوا اسكيميا اوف ذا كيدني؟ الحاجات ديت كلها تعمل ستيميليشن للريليز بتاع الرينين. اوكي يبقى اول صوره عندنا شايفين منظر الكيدني كاتبين رينين ريليز فروم ذا كيدني. طيب الرينين بقى طلع السهم اللي ماشي على اجزاء ايه متجه يمين، هيشتغل ايه؟ كرسمه الكبد عندنا الليفر من فوق وطلع لنا ماده اسمها انجيوتنسينوجين، يروح هي دي اللي يشتغل عليها الرينين، يدينا السهم اللي تحت ده اللي هو هيدينا انجيوتنسين 1. اوكي طيب الانجيوتنسين 1 بقى يجي له بقى الرسمه بتاعت اللانج بقى ديت اللي عندنا في ايه، هو بيلف في الايه في اللانج، هيشتغل عليه انزيم طالع من اللانج اسمه ايه، اي انجيوتنسين كونفرتنج انزيم، يحول الانجيوتنسين 1 لانجيوتنسين 2. هو ده بقى الهرمون بتاعنا الموست باورفل سوديوم ريتيننج هرمون في البادي، ماشي، الانجيوتنسين 2. خلاص فاتكون الانجيوتنسين 2 هيشتغل ازاي بقى؟ هو شغلته يطلع، احنا قلنا ايه، نقص في البلاد بريشر، نقص في الفوليوم بتاع البلاد، اسكيميا في الكيدني، فانا عايز اعوض، ارفع الضغط، ماشي. الضغط عندي عباره عن ميه وملح، وعباره عن ايه تاني، الوعاء اللي ماشي في الميه. تمام. طيب يعمل باقي الانجيوتنسين دوت عشان يظبط لي الضغط الواطي اللي حاصل دوت، ويحسن الفلو اللي رايح للارم فتمشي للكيدني، فيحسن الرينا الاسكيميا دي. يشتغل ازاي؟ حط في مخنا دم نفسه السائل ملح وميه. طيب والتيوبز اللي ماشي فيها نضيقها او نوسعها، ماشي. فهو ده الاكشن بتاع الانجيوتنسين 2، نشوف بقى في السلايد اللي بعد كده، بس احنا فهمنا مخنا خلاص هيشتغل ازاي. طيب يلا بقى نشوف مع بعض ايه الفانكشنز اوف انجيوتنسين 2. نربط دايما حكايه ان هو بيرفع الضغط عشان ما ننساش الحكايه دي باسم انجيو اللي هو المقصود بيه اللي هي الاوعيه الدمويه، بنقول نعمل انجيوجرافي يعني تصوير
الصبغه للاوعيه الدمويه. ماشي، تنسن تنشن، ازود التنشن في الاوعيه الدمويه. فدايما اعرف كده في دماغي ان هو بيرفع الضغط بمجرد اسمه، وزي ما علمناها في السلايد اللي فات هيرفع الضغط يا اما التيوبز نفسها اعملها فازو كونستريكشن او ازود الفوليوم بتاع البلاد. يلا نشوف ده بيحصل ازاي. نمبر 1 جنرالايزد فازو كونستريكشن، بيعمل فازو كونستريكشن. لما الفازو كونستريكشن ده بيحصل في الارتريولز بيزود البريفيرال ريزيستنس، تمام، المقاومه الطرفيه، ودي بتزود لنا البلاد بريشر. خلاص ايه بعد كده؟ في عندنا الفازو كونستريكشن بتاع الفينز دوت بيزود الفينس ريتين، بيزود الكاردياك اوت بوت، بيزود الارتيريال بلاد بريشر. خلاص يبقى كده زود لنا الارتيريال بلاد بريشر عن طريق الفازو كونستريكشن بطريقتين، يا اما في الارتريولز يا اما في الفينز. والفازو كونستريكشن بقى بالنسبه للانجيوتنسين في الكدني، الانجيوتنسين 2 في الكدني على الافرنت والافرنت ارتريول، ولكن تاثيره الاقوى على الافرنت ارتريول. خلاص طيب بعد كده تاني حاجه بيعملها ايه؟ قلنا خلاص كده احنا قلنا التيوبس، ناخد بقى الميه والملح، ان هو بيقلل الاكسكريشن اوف سولت اند ووتر، ده اللي هو سلو ريسبونس. جنراليز فازو كونستريكشن ده فاست ريسبونس. طيب ازاي بقى هيقلل الاكسكريشن ويروح مفيش اكسكريشن وفي ري ابسوربشن؟ هيشتغل ده ازاي؟ عن طريق ان هو بيعمل ستيميوليشن ريليز بتاع الالدوستيرون هرمون، وهرمون الالدوستيرون ده بيطلع من الادرينال جلاند، الغده الكظريه او الغده الفوق كلويه، ادي يعني ايه بجوار الكلى. فالالدوستيرون دوت بيعمل لنا ري ابسوربشن اوف صوديوم في الديستال تيوبيولز والكولكتنج تيوبيولز. طبعا الصوديوم بيروح وراه الايه الكلورايد وراه الميه، فبيعمل صوديوم ووتر ريتينشن، فبيزود البلاد فوليوم. خلاص وبعد كده غير بقى ان هو امتصاص الميه والملح بيزيد بالالدوسترون، هو نفسه بيزود امتصاص الميه والملح مباشر بقى مش عن طريق الالدوسترون. ازاي؟ دايركت اكشن اون ذا كيدني، ان هو بيشتغل على منطقه البي سي تي بروكسيمال كونجكتيف تيوبيول، بينشط كارير اللي هو صوديوم هيدروجين كاونتر ترانسبورت، اعمل ري ابزوربشن للصوديوم واتخلص من الهيدروجين. صوديوم ري ابزوربشن بيسحب طبعا وراه كيلو كلورايد، والصوديوم كلورايد هما الاثنين بقى يروحوا ساحبين ميه بالاوزموزيس، فانا كده زودت ايه امتصاص ايه الكترولايتس، وزودت امتصاص ميه، كل ده زود لي البلاد فوليوم. والري ابزوربشن بتاع الصوديوم بيبقى معايا برده ايه ري ابزوربشن مع البيكربونات، فكل دي بزود الملح بقى، كل الالكترولايتس حصلها امتصاص، ميه حصلها امتصاص، زودت الميه والملح، يبقى وصلنا للي احنا عايزينه. كل الحاجات اللي بترفع لنا الارتيريال بلاد بريشر، تحسن لنا الايه الدروب في الارتيريال بلاد بريشر، الدروب في الفلويد فوليوم، يحسن الاسكيميا اوف ذا كيدني عشان نزود البلاد بريشر، زاد البرفيوجن يعني البلاد فلو اللي رايح للاورجانز من ضمنها الكيدني. خلاص طيب هنا بس في ملاحظه، بنقول ان الانجيوتنسين بعد ما بيتكون بالكتير بيقعد دقيقتين، بعد كده بيحصل له ان اكتيفيشن بالانجيوتنسينيز انزايم. طيب كده الافكت بتاعه راح، يبقى مين اللي هيشتغل؟ اللي هيستمر يشتغل اللي هو الالدوسترون. خلاص عشان كده بنقول ان هو الاستيميليشن بتاعه للالدوسترون مور افكتيف عن اللي هو جنراليز فازو كونستريكتيف افكت، لانه بيقعد فتره اطول. خلاص الالدوسترون بيفضل شغال حتى على الرغم من الان اكتيفيشن بتاع الانجيوتنسين. تمام دوت كده عرفنا ازاي قدر الانجيوتنسين 2 يصلح الدروب الارتيريال بلاد بريشر، وبالتالي هيصلح بقى لنا البلاد فلو والجي اف ار والكلام ده. اخر حاجه بقى يلا في المحاضره بتاعتنا النهارده ان شاء الله، اللي هي الانرجيشن اون ذا كيدني. طبعا احنا هنقول حاجه مختصره خالص لان ده برضه بتاخدوه في الاناتومي. احنا هناخد الانرجيشن النهارده بالنسبه للكيدني واليوريتر، لكن عندنا المحاضره ان شاء الله بتاعت الرينال بلادر بتاعت الميكتيوريشن، هناخد الانرجيشن بتاعت الرينال بلادر واليوريترا. تمام طيب الانرفيشن بتاع الكيدني عامة الكيدني ديت ايه حاجة انفولنت، يبقى بالتالي النيرف سبلاي بتاعها هيكون تابع للاوتونوميك نيرف سيستم، يعني ان يا اما سمبثاوي يا اما بارا سمبثاوي. طيب السمبثاوي كنا بنقول ان هو الاجزاء بتاعته سوراكو لمبر، سوراكيك سيجمنتس لمبر سيجمنتس، اللي هي اللاترال هورن سيلز بتاعت سوراكيك سيجمنتس لمبر. طيب هنا بالنسبه للكيدني انهي حاجه فيهم بالظبط هي اللي هتغذي الكيدني واليوريترز؟
اللي هي اللاترال هورن سيلز بتاع الثوراسيك 10 و11 و12 ولمبر 1، يبقى ده اللي هو السيمباثيك سبلاي للكيدني واليوريترز. تمام. طيب السيمباثيك سبلاي دوت بيعمل ايه؟ قال لك ان هو بيعمل كنترول للبلاد فلو اللي رايح للكيدني، وبالتالي بيأثر على الجي اف ار. ازاي؟ نمبر 1 تأثيره على البلاد فلو بيعمل ايه؟ بيعمل كونستريكشن للافرنت ارتريول والانترلوبال دوبيلر ارتريز، يعني معنى كده بيقلل الدم من الداخل، يحصل له فلتريشن. تمام. فبيقل ايه؟ البلاد فلو والفلتريشن. تاني حاجه بيزود الايه؟ استيمولات للرينال سيكريشن. كنا في السلايد اللي فات قايلين الاسباب اللي بتعمل استيمولشن جافه جلو ميريدر اباريتس هي السيمباثيتك استيمولشن. خلاص، عشان بيعمل استيمولشن جافه جلو ميريدر سيلز بتطلع لنا رينال. تالت حاجه بيعمل صوديوم ري ابزوربشن، بيزود الصوديوم ري ابزوربشن. خلاص، ديت اللي هي الاكشن بتاع السيمباثيتك نيرو فايبرز على الكيدني. طيب احنا كده خلصنا السيمباثيك سبلاي للكيدني واليوريترز. هناخد بقى البارا سيمباثيك، بنسميه بارا سيمباثيك كولينرجيك انرفيشن، عشان الايه؟ البارا سيمباثيك بيطلع الكيميكال ترانسميتر بتاعه اسيتايل كولين، فبنقول كولينرجيك فايبر. احنا قلنا ان البارا سيمباثيك كان كرينيو ساكرال، اللي هو طالع الاماكن اللي طالع منها، يعني الكرينيال نيرف اللي خاص بينا هنا. طبعا فاكرين كان 3 و7 و9 و10. الخاص بينا بالنسبه للكيدني اللي هو رقم 10، اللي هو الفيجاس نيرف، اللي هو العصب الحائر. الوظيفه بتاعته لسه ارتيرال غير محدده، ولكن في عندنا بقى احنا قلنا كرينيو ساكرال. ساكرال بقى الساكرال سيجمنتس اللي هي اللاترال هورن سيلز بتاع الساكرال 2 و3 و4 دول بيعملوا ايه؟ قالوا ان هم ليهم وظيفه على اليوريترز، يزودوا البريستالتيك موفمنت بتاعه اليوريترز. تمام. ودي نفتكرها احنا بايه؟ ان احنا كنا بنقول ان الباراسمباثوي بيعمل ميكتيوريشن. ميكتيوريشن فلازم اساعد انتقال اليورين من الكيدني لليوريتر للرينالي بلادر، فزود البريستالتيك موفمنت في اليوريتر. بينما كان السمباثوي بيعمل ريتنشن اوف ذا يورين وبيقلل عمليه الميكتيوريشن، فالسمباثوي يقلل البريستالتيك موفمنت بتاعت اليوريتر. خلاص كده خلصنا خلاص اول محاضره في الكيدني. يا رب تكونوا فهمتوا. بالتوفيق. وانا بحاول ما اكررش ابدا في اي سلايد عشان ما اطولش عليكم الفيديو، وانتم ممكن تكرروا الحاجه كل سلايد بقى ممكن تكرروها كذا مره. المره الجايه ان شاء الله هنبدا بقى اول حاجه نحكي تحصل ازاي عمليه الفلتريشن على مستوى الرينال جلوب ميريتس. بالتوفيق ان شاء الله.